Ai, assim, menino, deu. Oi, papai. Ao fim é. Vamos começar. Bem, vamos estar lá, nesta equipa. Viva pura. Olha o Barça. Ali, sabe, dá uma câmera pro, sabe? Isso mesmo. Ah, não falta muito tempo nenhum pra fazer isso. Câmera o certo também. Ai, bora retar aqui, sabe, retar. Ih, maneta, ali baixa um áudio, maneta. Real de Madrid ضد نادي برشلونة العريق بشكل كبير. لا ما اعرف أبوي بير عليه على السابع هذيك من غير ما تسجل تصبر قلت البارح ديما يفرس لازمك تخلص طول قديم وجديد صاحبي هو هاي بابايش شور بيك يخرب يا ذاك برضو هاي يخرب لي نوردو صاحبي ولد عمت ولد خالتي اهلا وسهلا بالاحباء الاعزاء الكرام خلينا نبدل شعر نعطيه حي تقديم زين حكاية أنتم على مباراة من القمة والإثارة بين السنجور وغاليمة السيد الصنفور السنجور والصنفور السنجور والكوتش يمين اللي بشكل كالعادة على مشوته نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية كل شيء أصبح جاهز مباراة يا جماعة مباراة ممتعة اللي سيد الانتر ميت عليها كيك دقدقة هالدنيا بالك سيد أيضا أنه بص هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها على شاشة كرة القدم المشاهد الرائعة جدا في المدرجات الجنون اللي عند المشجعين الشغف العالي الآهات الصوت العالي الدعم الكبير يا لها من أجواء جنونية في المدرجات هاي ياش هاي صديقي الغالي هاي صديقي ياش حبيبي رحت بداية أحداث اللقاء روس حسان يبحث عن المهاجم يسدد بنزيما شعر مرة هذا بيعان شنو وين الجوج دوتور بيكي سيرجي روبرتو ريكس وينك يا معلم لحظة برك عندي ديفي مع صديقي الكوتش شامي كوتش بريفين تاعي ذا على فكرة نجم نبيعوه راه نورمال شكون يحب يشري الكوتش بريفين هو موجود ومن بعد نلعب اسمعني يا راكس الولاد من بعديك باش نتلموا الكل مع التسعة يقول لي وباش نلعبوا مع بعضنا هكا في بالك كريم بنزيما يلعب
هرب 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 شد 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 هرب هرب طير وصير طايح على وجهه دخلنا لعبنا نتاع اربع دراج انا وحمو ما لقيتكش راه استنيتك استنيتك ومن بعديك مشيت لقيت كيلو بودي تقول لي هذا بودي تقوى شكتي بودي ويولي عاد يبكي علينا وما يخلطش وما يرجعش مش مش يفضل عن بعد راسين سكت فيه ريتك انترنت مش ستابل بلاش باش نعمل ميسي كونكتيو بامي جو بلوت جينا في المرة يلعب رابية الكباس هلا جينا لعبين التو في البلاستيك الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد اسكو هذا مش ماتش بالبدايه شنو تحب شنو تحب كارك مارك ولا توكاري ماركيت يا اخويا مارك نقول لك ليه ما نقول لك شيء يا مارك صح راسه يزوز ابوه يلعبها لمنطقة الخطر غريزمان بالقص هزوا بيه القصة الزبير التاني مالك لازم كله عدا ذاعة شعره كله زبيت شو سيقيها الزبير البوت ما تكبر ما تكبر ليه عاد يسا تسديدة قوية كانت قريبة جدا من المرمى لكنها في الأخير ضاعت بس ما قدرتش الاغلاط الدفاعية الاغلاط الدفاعية كريم بنزيما شيء ما عادش يحب يخرب الجول جول لا الريال قلب الجول ما عادش لقطة غير عادية وتصدي رائع عندك تاريخ خلينا نقول بلا صعوبة في قطع هذه الكرة الان فرصتهم للمرتدة يلعب كرة بينية ماذا بعد كل هذا هل يمكن هازارد ما عمل شيء لكن لم يترجمها الى هدف
صح بس امك كتف هذي بلاي خليوها صح الكلمة فيه للدفاع يلعب قدس على يقعد الثاني الفيدة في البونتوية صاحبي مش فيدة في المعتين كوتينو انطلاقة خطيرة تدخل وحكم لقاء يشير الى وجود ركلة حرة كازيميرو غادر ارضية الميدان بعد البطاقة الحمراء سوء الحظ لازمة في هذا اليوم فرحان فرحان شوف الفريق قد يشوف ميتي شوف الفريق قد يشوف ميتي مارسيلو ميسي اليوم تمريرات كثير لعبة جميلة تزيد أجمل الله المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر إنقاذ ممتاز بجانب استمر مع تألق المدافعين كوتينيو مرت الكرة بشكل جميل كريستيانو شوطه محلاها شوط با 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 ماركيات جاه ربي ماركيات ماركيات مرحبا مرحبا شكون هذا متابعة جديدة مرحبا بخويا مرحبا بخويا مرحبا بخويا مرحبا والتسديد اش يعمل؟ بهما والله مش بهما برك بهما بكتر يلعب كرة قصيرة يلعب كرة على يسار حتى هذايا زادة تأكيدا يكون راضيا عن مثل هذه الجولة شو يعمل هذا تيدي مغادي التيران وفي جانبية إذن اسم الله علي يحب على كفرون زيادة بلي يحب على كفرون
نورمال في مخه، بدي اقول لك شيء نورمال في مخه يحب على الكفر. رفضي رفضي بس كوتينيو يا نلعب لك بعشرة يعني كسير ها؟ كريم بنزيما يلعبها طولية يلعب كرة بينية يمين بدأ يغر خويا أحمد مرحبا مرحبا عايش يا أحمد على الحشيش وكلوا الحشيش يا أحمد خليه يقوى كانت كبيرة لكن ينجح في منعها جريزمان يحاول أن يلعب شد كرة شد هرب شد هرب عندنا لما تحكي مش تاكل يا بيه يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا وصلت إليه ريال مدريد كان عليه أن يستفيد إيسكو عبدو يا هلا اخ العبدو عبدو يا مرحبا تشويق يا ولدي تشويق تشويق ماركي كيل كلوب في دقيقة 95 انا ولا 96 هذيك ها هبط ينوق على البوطو هاني ماركيتك يا سيدي ها هبط متغشش كيما ما ماركيتوش وعليكم السلام خويا عبدو هاي سيدي ها اخويا عبدو خالد السلام عليكم انا ماركت لك بوت ايش قولك اخويا عبدو وجه مبروك علينا مبروك علي انا انت يلا غالب تتعدل انت ويتكلم واحد تنقل ها كيفك الحمد لله عايش الله يخليك ماركت بوت ونلعب بناقص جوا راح القهوة اخويا هذيك الاغلاط ما هي ما كنتش تراني ما كنتش تعملوا في لونتريمون صاحبي تاكلوا في اللبلابي في تونس تاكلوا في اللبلابي خويا في تونس شنو نعملوا لكم اي خويا الفوز الفوز ثم الفوز كمل يا بطل مدريد يا ذي يا ذي اهلا اهلا بالاخ المدريدي اوه شد شد هرب شد هرب شد هرب ديمبلي الكرة ملعوبة من مسافة انا لا لحظة يا عبدو اني جيت لحظة لحظة كبير جدا في مباراة اليوم لا 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 مش طبعا مش طبعا مش طبعا هذا ترى ثلاثة حاجلات وحمامة وعصفورة مش طبعا اخوي عبدو ما فهمتكش يا اخويا عبدو لحظة انا جيتك يا بابا والله ما فهمت يتفرج ما يديرش فلو يدير اللي يتفرج وما يديرش فلو يدير يا جماعة التشات اوكي اخونا عبدو قال لكم اللي قاعد يتفرج ومش قاعد يدير في الفلو يدير فلو معانا رانا عاملين بون كيف امين شجعوه راهو مسكين قعد كيف يتفرج الزح ولا يشوط من غادي عرفتك اللي تمرقلو في الثمانينات كي يفد عليك تلقى يلعب بارتي كاملة من الاخر يا اخي شنو احساس كمين في تخسر ساعة يلا 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 اي 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 اهو بوت بوت اي 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 نشكركم على المتابعة انا جايبكم في الريفانش مانيش ماشيين انا قاعدين هنا معنى انا جاي معنى ما تمشوش انت عايشوا يا عبدو عايشوا يا اخوي الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز الروح القتالية يحب ينتقم من مين توا زعما خليوه ولا خليوه للتشويق في الاخر ماركيولو هو شوف شنو عملوا دف دف من الاول نعطيه بوت ولا زوس عرفت اللي دف دف من بعد يبيع يا خويا شو ماركي بوت ونرجع على الديفونس ايسكو
لكن قصد الراجل هاي انا بتفرج هربي هربي اوي 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 شعره برك الشر اي راح نكمل البث يا عبدو بلاش ماشيين يا ولدي انا قاعدين فلول ولاد فلويت فلويت اشتراك اشتراك لو سمحتم شباب دعمونا ما تنساونا ما تدخلوا علينا بفولو يا حبايبنا يا يميش بيكسيك تعال هاي ويني مشجعين برشلونة هاي الذي شجعوه لا يتغشش علينا ثم حد حاسين انه مشجع برشلونه يقول لي الكل تحب الريال هي يا اخوي يحبوني يا اخي انا مسير شو خير شو المشكله يا سلام على المهاره هاي كره جميله كره بتاتي هو غادي يتراجع في الباس دخلوا هيا هزار هيا يا صديقي هزار بدع فينا كلنا خمسة معك خمسة على واحدة خمسة ولا أربعة وقت هو وقت أساسي بيخلوه في الآخر لوكاكو أساسي صحيح بالشدين وعشرين وما عمل إيش حتى الجمهور هبط يحسن معهم وما عملوا شيء حسين أعطينا الأداء عبده أداء رائع ليه شنو رايك سيمو عمار ثانكيو ثانكيو على الحشيش سيمو عمار ثانكيو شكرا لا مش ممكن احنا هذوكم في ماركي بوت على كل حشيشة ماركي لك بوت هذوكم طول الجمهور قال كل حشيشة بوت ما تعديتش لم تمر الكرة رائعة 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 أين أنت يا ابن الخضراء أين أنت هاو كفرو زفر كفرو عليش تعثر كان يجري تعثر ثانكيو سيمو ثانكيو عادي ميسي غادي كفران ديريك يا ودي تسيب عليك يا ودي بيه بيه يا يا مساحلين والجول والله العظيم لحليت البرو كان معاك انت والله ما لقيتش وقت جملة والله ما عنديش وقت نلعب في الكول اوف ديوتي في حاجة بكره والله لقيتها وقت جملة عاد شنو الباس الغلط كوتينو شعره شعره طويل من نجم شهير يحجب له شعره طويل اي شعره قصير يعمل الحدث يشوت يجيب كورنير يبارك في التسعين يحكي على ولد بلادي كروتري هذوك محلين الديفونس تدخل من هيك اللي تدخل رائع قبل الوصول الى المرمى تيجري تيب غادي يا طبيلة غادي يا اسكر اسكر شي هق شي هق دبلي ما دبليش ينجح في قطع الكرة ما حبش تتعدى ما حبش تتعدى محليه محليه بالخطير ليه عاد اش بيك تخرج فيه ما ريتكش
الفوز زاد يفوز. خدرني 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 والله خدرني، يعرف ينزها فيه خدرني والله. صح عليك يا ابني. تبلش بيك تخرج من الجول. هاي يا اخوي عبدو، هاي وينهم التشجيعات؟ الكرة ملعوبة من مسافة. هاي هاي يبعثوا لهم كل شيء. هاي يا بابا هاي ارسل لنا الورد وكل شيء والقهاوي والالماس والدنيا كلها رسلوهم. شباب فولوات زادة، تابعونا مرحبا بكم. نعملوا جو اخويا مع بعضنا، نعملوا قاعدة مزيانة. مين خويا عبدو؟ مين بابا؟ من بلد شقيق. هاي تومار كيو الاول اخويا عبدو. هاي لحظة المغرب. الرجاء والكازا. المغرب الشقيقة. اخواننا اخويا في المغرب مرحبا بك. شرف شرف. لنتابع مع احداث الشوط الثاني من المباراة. يبدا الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل ابيض بدون اهداف. ليت الغمة هذيك كيف الشغل. ايقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل ان تكون الامور اكثر صعوبة. جيب جيب ديمبلي. مغربي من كازا. يا بابا على كازا يا بابا. يلعب كازا طويلة. اوه يو يو عالطاير. ريتها ريتها عالطاير هذيك اخويا. اي 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 يمشي 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 يمشي. يلعب عرضية داخل ال 18. احسن من هفت عليا فاجل غادي ديك تقولوا راس. بوسكيتس الحكم يشير لوجود. اي شباب 37 تفرجوا فينا. وين الفولوات؟ تابعونا بابا تابعونا. شيء والله لا فكر. ما هي غريزمان. هاي عاد وينجح في استعادة الكرة سريعا. شيء والله لا تعديت. لحظة عبدو أنا مش نقلة لحظة بيت. خلي هو شيء يقدرني. يسدد في اتجاه المرمى من مسافة. مرحبا مرحبا اخويا عبدو مرحبا. ديما اخويا نعملوا لايف نحن العشية حتى للثامنة الثامنة ونصف. نلعب كرو ان شاء الله يوميا ولا يوم بعد يوم ولا وبعد من 8 ونص و 9 نلعب نلعب اخرى كرة بيت الموبايل. نلعب خلينا مؤخر استراتيجية على الكمبيوتر على البي سي. عندنا مؤخر زي ما زي ما والله نحن نبداو بتوقيت تونس. توقيت تونس حكاية السبعة السابعة هكاك توقيت تونس. ما نعرفش قديش توقيت المغرب. يحاول فك شفرة الدفاع. الوقت غادي يجي ثلاث ساعة. لا اي نحن نزيد ليونيل ميسي. حتى المغرب زاد كيف كيف. كرة طولية إلى الأمام. عمل كبير. يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية مع تكرار مثل هذه الكرة. شنو هو الكرة مع شحال الكرة؟ مع تكرار مثل هذه الكرة المقطوعة. واضح لدى الجميع. كازيمير يلعب مع شحال الكرة في الملعب. الانتشار الجميل. سيو لومين مركز ما يحب يشتت في التركيز. يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة يقطع الكرة. شيء كازيميرو يحاول. ربحوا بالغمين يا الولاد مانيش ربحوا بقوة اللاعب هذه. لازم ينغموا اوكي. يحصل عليها جوردي البا. راح اتفرج للاخير. مرحبا بيك مرحبا بيك خويا عبدو.
تنبلي. معرفة طيب أخويا مرحبا. أنا برشا أصدقاء مغاربة أخواتنا. ديمبلي لمسة بينية. كرة طولية من الحارس. تسدوا في بور كوتيونو صح؟ كثير ولد عمي. كرة بينية. شي الكرميتة اللي عنده مطول يديه هالخراع. حطيت له يمين حطيت له يسار ما حبش يخرج. ايش باش نعمل له وين؟ هاي الوليد هاي توا دقايق الاخرى هاي تعبوك انت عن الريال هاي. سيلو راقد اسكو راقد اليوم ما فهمتش شنو تعمل شنو معناتها ما تعرفش. لينجليت كوتينو هاي جيبو 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 جريزمان هاي جيب له جيب له. لعبة جميلة هاي 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 يعني لازم نسجل عليه بسرعة. هاي خويا عبدو اللي يدعم فينا من المغرب الشقيقة من كازا شكر خاص لأهالينا في كازا. مغربي أصلي أنا راهو غير أهو كالدرب وأحمر وأبيض كيف كيف زاد عليه طرف هلال طرف أبيض شنو واحد أحمر وشنو أبيض. المغرب وتونس والجزائر كلهم خيوة. لمسة بينية شي ماركي لي هو بوتو زاد السخطة ها ها يا تي اعطيها بيلاتي ها زيد تحب على بيلاتي غادي يبحث عن المهاجم هرب هرب تي عاد تي عاد تي عاد لي عاد لازمناش نخرج بالتعادل. نقل ليونيل ميسي ايه هاو شات شوطة فوتيني لا وزف ريت ريت فولية تكيكة ريت للبيتر شاريني بالفلوس قال له لونك برشلوني درا شكون يغني فادك لونك برشلوني شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية مباراة كبيرة شيء وانا من هنا مبدأ التشكيل على رأس عمل انا عبو بدي تشكيل نفس الشانجمون شو انت كل شوفوا جوارديولا اللي يحكي قال لي نخسر شانجمون هذا هاي جوارديولا ماكش ليه يخسر شانجمون بلا جوارديولا عرفت قال لي نخسر شانجمون هذا ماليش ليه هاي بابا هاي لا يا صديقي ها هي البداية إذن غريزمان ثم يلعب بالداء من اليوم بسانس هجمة مرتدة الآن بسانس طرح الثاني تاكل ثلاثة زوز ثم عمل زوبلة نزل عمل 0-0 في الجزئين بارتيت ثم طيب ركلات كبيرة لكن ينجح في منعها. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه من تونس يا حبيبي من تونس العاصمة العاصمية يسددها غريزمان قلب تونس العاصمة تونس الحبيبة العاصمة هاي 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 لازم تروح هذايا يا سيدي في اتجاه المرمى بالزهر بالزهر هاي يا سيدي توا باش نلعبوا بالعطر شيء هاي هاي اخويا عبدو افرح لي بيه من غادي من المغرب الشقيق هاي اعطيه دعواتك من غادي خلي نرقد عليه اربعه ولا خمسه هاي خويتي قاعد تسند فينا من المغرب الشقيقة اخزر ابدي يدخل في بعض ابدي يدخل في بعض بينية الى انتوني غريزمان انتوني غريزمان لكنين الهرجمة اللي بلي بالتوس الكرة ملعوبة من مسافة مو صح عليهم مشوارين صح عليهم ميسي طيب ماشي ميسي لمسة على يسار
يسر يحاول تمريرها من بين المدافعين. مودريتش يلعب كرة بينية شادو لاخر مليون ولاخر فكروا الكرة من غادي الاربيتر وينه مش هيعمل في كاس معاه طيب يا شباب شدته كرش طيب يا اخي طيب يعني جيت انا عملت هذيك راه مظفر يجري على الكفرة مظفر يجري الكفرة ما عمل لي شيء ليه كنت يا هو سرابيسي ايوه يا سيدي يا تاتشو ايوه يا بدي على طول لوط خطاب على الباب خطاب على الباب بس 98 لا يمروا يلعب كره بينيه يسعون لاستغلال المساحه الخاليه لعبه سيئه تقطع الكره الان وطوليه الى الامام سيرجيو راموس كرة طولية ممتازة نحو الهجوم شكرا كوتينو كازيميرو يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة لمسة بينية راموس ممتازة إيسكو يا كرة عبدو يا عبدو يا عبدو هذا اهداء مني ليك يا عبدو من شيء خد أمين شو من شيء أنا بوي خد أمين زفر واحد ليش بوتو والله ما يهمني شيكو خلي يا الوليد هاخا خليك يا أسطورة هو أخوي عبد الله به البوتو هكا هو خويا الزير اعطيني خويا عبد المهم فرحان بالبوتو شو غلطة الديفونس اخزر اونجل فيرمي هذاك هذيك في لغة الكرة نقولوا لها سيت ان اونجل فيرمي زاوية مغلقة ماركة منها البوتو يتسمى بوتو به وكان ما ماركيتش يقول لي لا كيفاش وكان ماركيت يقول لي حاسيلو ما يتشدش مالا شعره طويل عاد فهمتني شعره طويل لاجمتر يحب الشعر الطويل سايب عاد نسي الشعر ادخل مرتي ربما حاضرة قريبة جدا من المرمى يبدع ميسي يا اهو قال لك يا اسطورة من زاوية ضيقة هاو خونا عبدو قاعد يترجم هاي سيدي الاربعين تفرجوا فينا عملونا فولو تابعونا خويا مرحبا بالناس الكل لايف اعتراف في وقت مثالي اداء دفاعي كبير في مباراة اليوم عدت الكرة يحاول ان يلعب ايسكو برا والله برا ولا ضيقة متزاوية ضيقة قال لك بعدين مفرجة يا سيدي شوت شوت الله عليك الله عليك الله عليك ابداع كبير من حارس المرمى في انا بوني وانا هكاك انا عامل لهم كيشد جول مع تحركات التألقات ثبات شخصيته في هذا اللقاء صارت اولي انا هادي فهمت انا انا شوية فيز يا ما تفهمش انت انا هادي فهمت كل شيء شنو هادي ما مسوش باش نكون غالي غالي باسم لا والله ما نعرف ما اليوم الاداء دفاع غير عادي مباراة كبيرة تحسب للمدافعين معروف معناها كيما نقولوا عادي
اي هو مو لها جوع كلمة زبير بيا ولا كلمة ما اعرفش لا 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 يلعب ربيعة التماس ها هو فقيه هو اللي عملها هو مش يعطي السيفنت يعرفوا هو شو كيف يسحق على الطايف هو الغدر هي عفوا طريق صديق عنده اخطاء دفاعيه عادي حق على صلاح اخونا من المغرب عبدو مشكور مشكور روح الرياضيه ليت عفوا مش شجع فينا برا قاعد يصلح لك ليك انت زين قال لك عندك اخطاء دفاعيه ياسر محلوله الدفاع بتاعه لازم يسكر في الدفاع شويه يلم لبعضهم شويه الدفاعات مترصفين يلم الديفوس شويه هيك ياسر ياسر الدفاعية هيك وعاد ربي سبب يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف لينجليت مونتو جاك غلطة دفاعية بالغلط في المصحيح كونتينيو فرج فرج في الكورة فرج فرج الكورة الريال بالرسم الكورة لعبة جميلة تسديدة لا هي اسمها تفريح هي مش كورة كيف من بعيدة هي حتى كان جات في الجول كان جات برا لعبة جميلة جدا مجهود غير كان عملتها في كرارة مسيب الكورة جارة ولا أكثر هذيك شوطة تشد أربيتر بدلك المانيت حط كربيت يفضل إعادة الكرة إلى الخلف مودريتش يحاول فتح شفرة دفاع الفريق أنتوني غريزمان إلى ياتي تسيبني حتى أنا جيت في البار مرة بديك زي والله جيت في البار من بين المدافعين بوسكيتس كوتينيو ليونيل ميسي ويه سوء الحظ لازم فيه ما شيء وما حذرت شيء رجل امور اكثر رجل امور يان على روح لا لا وليد مزلط خرجت من الطول هاي سيدي نعاود نركز شوي يلعب كرة على اليسار ليش تقدر تقدم واحد ليش؟ صديقك يبدا خاص ليه مش حضر فريق الله ما اجمل هذه الكره عليك خليك تربح مانشستر خليك تربح مانشستر يعني استغل الفرصه تو بدا ريت ولا حظ عنده ولا كله منك خويا عبد وانت تليت بي اخي ولا عنده حظ كبير تلفوا تلفوا تلفين خويا عبد يا يا اخلت يا اسكو اسكو ميكل المروض اللي فيه هذا بيلعب في الهجوم معناتها تلعب على الهجوم ميسي ديمبلي ليونيل ميسي ليونيل ميسي هيا يا تشوف فين يا له من حارس مرمى يا له من دفعة جميلة جدا يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى أنتوني غريزمان شو كي يخدر شو كي يخدر أوه يا غدار كرة طويلة وبعيدة لا يستفيد منها الفريق مودريتش الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها يلعب طريق خطة مع البيع بيمين أنا بعد بس ألعب كله بدوتي مرة تفرق والله خطة مع البيع جو من أمي جو إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور كل تشاط الفصل خليك تلعب في اللايف ده وكل الفصل تسديدة جميلة أمك تحلم وتتحكي من أمك في الفصل يا ربي يا عبدو اسمع الحلم في الفصل يا لو أنت بر هاو هاو عبدو من المغرب قال لك مفسرها لك يعني بالتأكيد
يا شبك شلتو ميسي لينجر كوتينو جوردي ألبا يلعبها إلى الحارس كرة طولية من الحارس يا عاد بنزيما تشبيك اليوم تدخل جميل واعترام أجمل كرة إلى الأمام بس تعدى الزحمة هازار يمر يلعب كرة بينية تدخل رائع للوصول إلى المرمى يبحث عن المهاجم يحاول أن يلعب كرة بينية يلعب كرة بينية سكر الدفاع حسيب تسكير مارسيلو ريال مدريد يحصل على الكرة مرة أخرى حابب تتعدي الكرة مرة سليم شوية يحاول فاس شفرة دفاع الفريق الخصم إيسكو كريم بنزيما ها وصفر وصفر في والدين بوها الكلب صحيح ها غرزو ها غرزو قبل أربيتر قبل أربيتر يحسب لور جوين وعلى البار وبرا يا مسيرج برا حالة معك برا ناوكا عبدو بعث لك خشيشة لمسة بينية ايه يا عبدو ايه شيخنا بالحشيش خلي يميني ماركي يا سيدي ايه ايه روحنا متغشش طبعا يبقى خاسر يمر ويلعب كرة بينية ما فهمتش علاش ضربك اللي تخلف ما فهمتش ديما نلعب الباس ونكون قاعد تحرك جميل الدفاع الى الامام محاولة خطيرة سلام على المرور الجميل على المهارة العالية وين مشيت وين مشيت اول يبكي ولا 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 ريتوها ريتوها يندفع بقوة الى الامام فرحان لي انا ضيعت طبعا مش فرحان لي هو مش يخسر حربوش ما عم بدو امين مش يخسر اليوم والله خسر كل اليوم جيت اليوم هيا ايسكو يسدد بنزيما هيا زفر زفر يا الاربيتر زفر معناها قوي في المجالات الكل يا خويا مصلي عني النبي عليه ماركيت البونتو من الاول وقعدت نلعب في الديفونس نلعب في الديفونس يا اخي ما ماركيتش عبدو يا عبدو يا عبدو صلابه دفاعيه غزيرو تريح ولا غزيرو تقدم الكثير من اللاعبين سيوصل جدا جدا غزيرو تريح اجى لعب برشلونه الريال اجى لعب الريال كثير من الاشياء جعلتهم يتفوقون على التعب والارهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراه غويتي ومشيت سعدت بصحبتكم في مباراة اليوم سيداتي 10 دقائق عندي أدراس أشكركم على حسن المتابعة كان معكم فهد العتيبي ما تروحوا بعيد خويا عبدو 10 دقائق وعاودي جا خاطر ما نجمش نخلي اللايف محلول ما كانش عندي متعقب كما المرة